السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على طول كده على اس ار سي من فايل نيو كوتلين فايل عشان نعمل مثال، عشان نتكلم المرة دي على الشورت كنوع بيانات فرعي من النمبرز اللي احنا اتكلمنا عليهم، وهو نوع أكبر شوية من البايت. هنتكلم عليه كمان شوية نقول ليه هو أكبر من البايت وإيه الفرق ما بين استخدامه وما بين البايت وليه بنستخدمه طالما إن هو أكبر من البايت الكلام ده كله. لكن النوع اللي هو الشورت، نوع من أنواع النمبرز، الرينج بتاعه من 32000 بالسالب ل 32000 بالموجب وكسور كده. انا مش قادر تحفظ بالظبط يعني، لكن تبقى عارف ان هو فوق ال 32000 كرقم يعني. فعرفت فاريبل سميته ان هو، وعرفته ان نوعه شورت، وهحط جواه رقم ما، وليكن مثلا نحط جواه 6 3 4 6 مثلا وسيمي كولون. تلاحظ الاربع ستات مش هتنفع، احنا كده هتبقى عدينا الرينج 32666. ماشي خلاص 32000 وشويه، ماشي هو لغايه 32700 وشويه. قلت له حلو، ده كده رقم شورت عادي جدا، ومتقال نمبر بيساوي، وهطبع الفاريبل اللي اسمه ان او سيمي كولون كده، وتعالى نعمل ايه، وتعالى نعمل نرن ولا ماشي مفيش مشكله. ممكن نقول ان الان او بيساوي الان او القديمه، وتعالى نزود عليها مثلا رقم يطلعنا من الرينج. طبعا تلاحظ انه برده قال لي مشكله ان ايه، ان الشورت والانت والانت والشورت. خلاص نفس الفكره، هنحط الاثنين ما بين قوسين ودوت 2 اللي انا عايزه، اللي انا عايزه شورت المره دي مش ايه، مش بايت، فاقول دوت 2 شورت، فقبلها عادي جدا وما عندوش مشكله. تعال نجرب كده ونعمل رن، فهيزود 100 وشويه على الايه، على الرقم الموجود، هيبقى 700 وشويه، فقال لي 32767. ده طلع بالظبط حظي كويس جدا. تعال بقى نزود بدل 101، خلينا نقول نحط ايه، نخليها 100 ورقم اكبر عشان يعدي الرينج. طبعا لو عدى الرينج احنا فاهمين انه هيمشي في نفس فكره الدايره اللي شرحناها في فكره الايه؟ في فكره البايت عادي جدا، تمام؟ طيب لو جينا طبعا عادي وبعد كده قمت واخد منها كوبو بيست للايه؟ للزياده، وخليت المره دي زود واحد على 101 يعني على 32767 يعني تبقى ايه؟ 68. لا مش 68، هتطلع بقى تقلب بالسالب على طول 32700 وايه؟ 68 اللي هتطلع معايا بالسالب، بس نعملها في بدل برنت، خليها برنت لاين عشان كل ايه؟ كل طباعه تبقى موجوده في سطر لوحدها. لو جيت عملت ران هلاقي ان النمبر الاولاني ب 32767 والثاني ب 32000 بالسالب 708 وايه؟ 68. يبقى لف في الدايره زي ايه؟ زي مين؟ زي فكره البايت بالظبط، تمام؟ يبقى ناخد بالنا طبعا ليه بنستخدم الشورت بدل البايت، لان احنا كده بنحدد المساحه اللي موجوده في الميموري، وبنستغل مساحه اقل لو انا عارف ان انا عايز استخدم بايت، او استخدم مساحه اكبر لو انا عارف استخدم شورت. فده بيدي ايه يعني، بنعمل اوبتمايز للميموري.